يسعد اوقاتكم جميعا، شو ما كانت الاوقات عندكم صباحا او مساء. اليوم رح نشرح برنامج بخليك لعاب ببجي. اذا ما بتعرفش تلعب حيخليك خارق حارق متفجر باللعب، حيخليك يعني يحسن لك من الايم تبعك، يحسن لك من مهاراتك. ما بعتقد بتعرفه قبل انت يعني، فهذا البرنامج بعده مش مشهور، فاليوم رح نشرحه بالتفصيل الممل. فخليكم مع الفيديو بعد هالفاصل اللذيذ. فبعد هالفاصل خلينا نبلش بالاول من البلاي ستور. بتكتب او اذا اب ستور اذا عندك ايفون بتفوت 3D aim trainer، بتفقسها بتكتب 3D aim trainer وبتنزله. بعد ما تنزله بتفتح اوبن. هذا يعني اكثر شيء، كمان اكثر شيء مع ببجي يعني ملائم. فاول شيء بنروح على الكنترول. اذا انت بدك تتدرب على ببجي بتروح على الكستمايز اللي على اليمين. هاي على اليمين بتفقس كستمايز، فمثل ما تكون شايفين لك في هيدي انت بتحطه مثل ما بدك. هودي بتقعد بتكبرهم وتصغرهم، لان انا هيدي هون وهاي هون يعني حسب الايم تبعك بقلب الببجي. وهاي بتحطها هون. ثواني. او بنرجع من الاول قدامكم من هون. هيدا واحد هون 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 بكل بساطة يعني. فمنحط باك هون، بتكون سيفت باك. نرجع بنروح على السيتنج لحتى تعرفوا شو بدك تعملوا. هون فيرست بيرسون او ثيرد بيرسون. فيرست بيرسون لل اف بي بي، والثيرد بيرسون هي للتي بي بي. انت كيف تلعب بتلاقي مناسب بتعمل. ريكويل اكيد بتحطها انيبل حتى يكون صار عندك ريكويل باللعبه، حتى تعرف تصيب احسن. مثل ما تكون شايفين عندي على التليفون الشغلات بتظبطهم مثل ما انا حاططهم. واذا بتلعب جيروسكوب بتمنى تكون تلعب جيروسكوب او تعود على الجيروسكوب من هذا البرنامج بيكون احسن. وخليها هايدي هولد الادي اس هولد لتتعود عليها احسن. خلي الاعدادات مثل ما انا حاططهم. الايم اكسلريشن شيلو، الجيروسكوب اعمل له انيبل وظبطه مثل ما انا حاططهم وتعود على هالكنترول. لان اذا كان معك تليفون حتى اذا كان معك ايباد كمان جرب. بعد ما تخلص هودي اللي شرحنا عنه بنفوت على تشوز تريننج. بالتشوز تريننج عندك اكثر من وحده: كليكينج، سرفايفل، فليكينج، تراكينج، ستراف، ايمينج. تراكينج يعني تلحق الخاصم. كليكينج انه اذا تضلك تفقوس، مثلا افتكر ام 16 عم تقوس على واحد تضلك تقوس بسرعه. فليكينج بالايد. وتراكينج تلحق الخاصم جينا قلناها. ستيف ستراف ايمينج شو بعرفني ماليش ماليش بالانجليزي كتير. فخلينا نبلش بالاول ترين. حط يكون هارد وبلاي ناو. ف خلينا نشوف مثلكم شايفين شوت تو ستارت يعني اول تبلش اولسنا. فمثل ما تكون شايفين هلا هون بحطوا لنا هودي. بدكم تقوسوا عليهم لهودي حتى يصير عندك يعني عدي الله صعبه. ف ها وحده ولا وحده مش عم لحق عليهم. هلا بس تدرب كثير منيح يحرق يعني. مثل ما تكون شايفين بتقعد بتدرب عليهم وحده ورا وحده. انا بلاقي اكثر تدريب حنطلع خلينا نطلع لانه هلا عم نشرح مش عم نتدرب. فبتروح على تشوز تريننج. انا بحس اقوى تريننج يعني خرج تدريب يعني ضد الخصم التراكينج. بس ما في ساعه تراكينج، خليها نقول ميديوم بلاي ناو. فبنعمل شوت لحتى يبلش وبحط لنا الخصم قدامنا. فطبعا انا حطيتها جيروسكوب. حنقول ايه ما يكون شايفين تلحق الخاصم. طبعا مثل ما قلت لكم هي ملائمة اكثر للببجي موبايل. اذا غير لعبة بتغير السيتنج تبعها. فبس هاي هي بتقعد بتلحق الخاصم بتتدرب بتدرب مرة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة تصير لعيب. فبس هو البرنامج. بتمنى تستفيدوا. انا متاكد حيطور لكم من مهاراتكم، يزيد من ردة فعلكم. خلينا نزوت التليفون خلينا نرتاح هلا نشيل عندينا. وبس بكل سهولة مثل ما تكون شايفين يطلع من البرنامج. وبس هي هو البرنامج. بتمنى يكون فيتكم. شو بعد فاهم؟ اذا عجبك الفيديو حط لايك، حط اشتراك بالقناة، كفي بهيك فيديوهات. وبس سلام. Let's go!